شو انا سمعت بدك تستقيل؟ لك دخيل ريحته يوخيت الشام ما اطيبها. هاتي لنشوف شو ندبت لك هديك. شو ندبت لي ما ندبت لي سمهار؟ كل ما بسألك عن علاقتك بهي البنت بتلف وبتدور بتلف وبتدور ما بتعطيني جواب واضح. شو القصة؟ شو بدي اقول لك يعني؟ تعرفت عليها هون عند رفقاتي اول ما اجيت على البلد وزبطت لي شغلي وهيك. بس والله مالي نسيان لجميلة، حاطط لها اياها فوق راسي. سمهار، ما في بنت بتنفعل وبتتصرف بهي الطريقة وبتغار بهذا الشكل كرمال جميل عملته معك. بس أنا ما بحياتي وعدتها بشي. مو ضروري توعدها. أنتوا كنتوا مثل أي اثنين بفوتوا بيطلعوا مع بعض، يعني كابلز، مزبوط ولا لا؟ يعني بصراحة هي استعجلت وأنا وأنت ما مانعت. أنا ما عم حاسبك على فكرة ولا بيحق لي أصلاً ولا عم بحكم عليك. أساساً البنت ما كتير عاجبتني، يعني ما بتشبهنا. بس الصح صح، أنت المفروض ما تلعب مشاعرها، صح ولا لا؟ أنا ما لعبت بمشاعرها، هي بنت لطيفة وذكية وحاببتني، يعني هيك صار في شيء لطيف بيناتنا. طيب فهم حالك ومشاعرك كتير منيح وكون واضح معها. واضح إنه البنت قد حالها وما في شيء بوقف وشها. هات لشوف. احكي لي عن زوارك اليوم. والله حليم شاب بجنن، يمكن يجي يسكن بالبناية. حلو. بس أبوه كل طيبة الدنيا بوشه، أول ما شفته اشتهيت ضمه وشمش معه. لو لا الخجل يعني. تفضل. عيل لك شو عم بعمل؟ عايش الحياة عادي وعم بحكي واطبخ وآكل علق بالحبس.